وهذا بالفعل انت تلاحظ اللي صاير عندنا بالتربية مع شديد الاشاب، ان الاباء او الامهات هذول بيش يعنون؟ يعنون بتنشئة الولد رعاية جسدية فقط، يعني يلبشه يطي طعام، يمنع عنه افرض الامراض، يحاول يبعده عن الامراض، يرشده. اما التربية الروحية البعد الروحي مهمل ابدا، اكثر من مهمل. يعني الواحد من عندنا ما يكلف نفسه الصبح كلمة واحدة، ما يكلف نفسه كلمة واحدة يوجه بيها ابنه، يعني يلقي له عليه فد 4-5 كلمات كأنه هو مشكلته أن يطلع على الوجود. وهي لا، القرآن الكريم يضعنا وجها لوجه أمام المسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، لأن أنت السبب المباشر في خلق الولد. صحيح الله خلق، لكن الله عز وجل عندما خلق خلق بواسطة السبب المباشر. السبب المباشر أنت، هذا أنت اللي طلعت لهذا الوجود. وهذا كان ابن الشبلي البغدادي عند قصيدة اللي يقول في بعضها: صحة الجسم للفناء طريق، وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتدي نموت ونحيا، أقتل الداء للنفوس الدواء. قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء. يقول أنا لو ما الأم والأبو ايش طلعني لهالعالم هذا الشأن؟ طلعت أنا إلى هذا عالم المصائب من مصيبة المصيبة، إلى أن بالأخير جيبوا ذبوا بالترى. يقول هذا، هاي الواقع شوية نظرة متشائمة، نظرة بها تشاؤم كثير أكثر من اللازم. هو صحيح أن الأبوين أحيانا يقتصر دورهم على هذا، هم السبب المباشر بالخلق، لكن الخالق هو الله عز وجل. بس أنت مو بس تكون أنت سبب مباشر، وهي هي لا، حاول مثل ما تحرص على جسد أحرص على روحه. أكو نمط من التعامل مع الأبناء، مو إحنا مع الأسف ماكو واحد من عندنا يكلف نفسه يرجع إلى حضارته، يرجع إلى كتبه، مثلا كتب التفسير، كتب الفقه، آخر أكو أحكام، أكو عقائد ملزم الوالد أن يوصلها إلى ابنه. أنت شلون تتعامل ويا، شلون هذا الولد عندما تتعامل ويا، أولا كون تتعامل ويا تعامل يقظ حذر، يعني لا تحدث عنده جرح نفسي. مع الأسف أكو تلقى بعض الآباء يتزوج لنا نساء اثنين مثلا، أو حتى امرأة واحدة وعنده أولاد متعددين، يعامل يفضل البعض على البعض الآخر، وهذا غلط. هذا التفضيل يدمره للشخصية تماما، يحول البيت إلى بيت محطوم. الولد يجب أن يعامل بمنتهى الرعاية، أن يكون الأب يقظ حتى بالتفضيل. هالشاهد تأمل النعمان بن بشير عند ضيعة، ضيعة جاب الضيعة، جاب الورقة مال الضيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله أنا عندي هذا ابني فلان، أريد أعطيها الضيعة أكتبها إليها. قال له: أكل أولادك يأخذ مثل ما يأخذ هذا؟ قال له: لا يا رسول الله، بس هذا أنا فضلت أريد أعطيها. نبذها إلى، قال له: لا تشهدني على جور، قم، لا أنت راح تدمر بيتك، لا تفرق بين أولادك، أولادك خليك مسؤول أمام الله أنك ترعاهم. يعني ما أريد أقول أن الولد المطيع مثلا ما ينبغي أن يحظى بميزة، لا، يحظى بميزة لكن حذرة يقظة، ليكن تجرح الآخرين تحولهم إلى مجرمين، إلى كتل إجرام. لا، حاول جهد الإمكان أن البعد الروحي تملأ والبعد الجسدي تملأ.